الو وي خويا استنى شوف شوف هذا شوف هذا زيد اهلا اذا اليوم كنصادفوا الثنائي الجميل جدا فتاح ويونس كيف ما كنسميهم انا وكيف ما تعرفوا بثنائي طلام الدراري مرحبا بكم. كلمه اللي نقدر نقول في حق الثنائي انهم ما ربحوا ستاند اب ولكن ربحوا قلب ديال 40 مليون مغربي. كنتوا الافضل كنتوا كتستحقوا اللقب. ما عليا الا نقول لكم اجيو نشوفوا هذه الحلقه اللي عامره بزاف ديال الاسئله اللي غنتقربوا من ثنائي طلام. ومرحبا بكم مره اخرى. إذا مرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم. معكم يونس دواش من جريدتكم جريدة أسفي جود. اليوم كنستقبلوا الثنائي المحبوب ثنائي طلامط أولا كيف ما كنعرفوهم حنا ساكنات مدينة أسفي ثنائي عبد الفتاح ويونس. ثنائي عبد الفتاح ويونس مرحبا بكم. إذا كيفاش كانت المشاركة ديالكم برنامج ستاند أب؟ المشاركة ديالنا في برنامج ستاند اب كانت تجربة زوينة. أنا وعبد الفتاح اللي كانت فيها مغامرات بزاف 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 اللي دوزنا فيها 21 يوم وما أكثر. والحمد لله استفدنا من بزاف الحوايج من لي كوتش ديالنا وفتاح يكمل لكم الباقي. هو كما قال لكم الطلميطة كانت تجربة زوينة في برنامج ستاند اب. استفدنا من لي كوتش من لي جوري تعلمنا بزاف ديال الحوايج من عندهم. استفدنا كيفاش تلعب فوق الخشبة بزاف الحوايج في لي قال وهذه أهم حاجة. وأهم حاجة هو أننا قدرنا دخلنا كل دار أنه أي دار دخلنا لها كل شيء الناس كي فرحانين بينا وهذه أهم حاجة وأحسن حاجة وقعت في برنامج ستاند اب. ملي شاركتوا اول مره برنامج ستاند اب واش كنتوا كتصوروا انكم غتوصلوا لمرحله النهايه؟ ملي شاركنا اول مره كنا نقدر نقول لك كنا حاطين ما بين عينينا اننا باغي نوصلوا للنهائي وعلاش لا ندوها. ولكن حنا كنا كنلعبوا كما كيقولوا درجه بدرجه. برايم الاول كنا كنفكروا في الرابع من الرابع كنفكروا في النص وفي النص فكرنا في الفينال وفي الفينال فكرنا اننا نجيبوا اللقب الاسفي ولكن ما كتبش وكنقولوا بحال اننا ربحنا. طيله الفتره ديال المشاركه ديالكم من خلال برنامج ستاند اب واش كنتوا كتوقعوا دعم ساكنه مدينه اسفي؟ بطبيعه الحال هذا اول حاجه كنا كنقولوا انه الناس اسفي الحمد لله كبروا بينا وعاونونا ومن خلال الحملات من خلال بزاف الحوايج اللي بصراحه كان من هذا المنبر كنبغي نشكرهم نشكرهم بزاف الساكنة اسفي وراه ديما في القلب. ثنائي عبد الفتاح ويونس بدون لغة خشب واش كتشوفوا ان التصويت نصفكم في برنامج ستاند اب؟ وغادي نقولوا نصفنا مادام انه كان التصويت كامل نزيه وراه نصفنا ما كتبش لنا اننا ندوها. قدر كان فرق قليل بيننا وبينه وكاملين كنا تقريبا متقاربين. كتابة ديال الخنيفره حنا كنقولوا كما كنقولوا ملي خرجنا من تما كنقولوا راه كاملين رابحين مادام انه خرجنا براسنا مرفوع وكلشي كيشكرنا وتلقينا داك التضارب ما بين بنادم كاين اللي كيقول هذا اللي خاصو يديها عاوتاني كتلقى واحد كيقول هذا خاصو يديها. هذه كانت احسن حاجه. وهاد العام تبارك الله كانت اكبر واكبر نسبه تصويت في برنامج ستاند اب في لي سيزون كامله. هي هاد العام كانت نسبه تصويت وبزاف كلشي قالوا لينا قالنا كانت اكثر نسبه تصويت هاد العام هي هاد العام في برنامج ستاند اب في الاعوام ثلاثه كانت هاد العام اللي كانت نسبه تصويت مرتفعه بزاف. نتوما كثنائي اللي مرموق تبارك الله ومعروفين في الساحه الوطنيه والساحه المحليه بالثنائي عبد الفتاح ويونس كيفاش قبلتوا التسميه ديال طلامط مع هذه الرائعه او الفنانه تبارك الله عليها لطيفه احرار؟ هاد السميه اول حاجه عبد الفتاح ويونس طويله قلنا اللهم نصغروها شويه. كنا دوزنا الكاستينغ دخلنا بحال هكا عند الجيري لاعبين بحال هكا قالت لنا فاش خدامين قلنا لها طلامط قالت لنا مزيان مع خارجين بحال هكا تعاود تعيط علينا قالت لنا شنو دايرين في السميه قلنا لها عبد الفتاح ويونس قالت لنا عرفتي اش غدير غتسموا ريوسكم طلامط. خدينا بعين الاعتبار وطبيعه الحال لقيت حد صدى كبير عند الناس وكما كيقولوا لقينا فيها ليكاك
كما كنقولوا لي كاب ولا يعني لعبتوا بالسميه مزيان لعبنا بها مزيان خدمنا بها مزيان وكانت فعل خير نقولوا افتحوا نص مرس فاتناش ولا هي جات طلع من نص فات واش كتشوفوا بان اسفي اصبحت محطه للكوميديين او لا نقدروا نقولوا المنبع ديال الكوميديين والكوميديا في المغرب خصوصا كنعرفوا انه كاين ثنائي سعيد وديع ثنائي شلهبيه ثنائي قهوه وحليب يوسف الزعري واليوم ثنائي طلام هما كيقولوا تما كيقول لك انه منبع الضحك كاين في مدينه انه وحتى الدراري اللي كيمشوا من مدينه اسفي كيمشوا ماشي على انه كيبانش لك انه مشارك كيبان لك انه فيه واحد اللمسه ديال المحترف الدراري تبارك الله عندهم عندي فيهم الاحترام وكلهم كيشكروهم كلهم يقول لك حاليا مدينه اسفي هي اللي متصدره في الكوميديا في المسرح في اي مجال خاص غير يتنصفوا اذا ثنائي طلام شنو الافاق المستقبليه ديالكم شنو غديروا شنو الجديد ديالكم ان شاء الله الجديد كما كنقولوا ما غاديش نحرقوا ولكن كاين شي حاجه اللي توب ديال التوب هذيك 6 سنين كامل اللي كنا صابرين غتبيع لكم في واش غيكون ديما شي فرقه كوميديه شي مشروع ديال فرقه كوميديه جديده نوروا المشاهد نوروا الناس اصحاب كاينين بزاف ديال الفرق كيتصلوا بينا حاليا باش اننا نكونوا معهم ولكن حاليا بقى ما وضحتش الرؤيه ان اين فرقه غادي نكونوا معها وبالنسبه لينا حنا بجوج كنخدموا دابا كنخدموا على لي كابسيل بالنسبه لليوتيوب وداكشي باش بنادم بقاو ديما قراب ليه وديما كيشوف طلامط ما بيناش نغبروا ما بغيناش نتساو بينا نبقاو قراب ليهم وما بغيناش نديروا شي حاجه اللي يقولوا هاد الناس راه بداو كيطيحوا في النيفو حنا دابا كنقولوا مشو دقه دقه باش نحطوا شي حاجه اللي تكون برو واللي تزيد انهم يقولوا هاد الناس غاديين وكيبداو ماشي غاديين كيطفى ثنائي طلامط الكاميرا امامكم كلمه اخيره للجمهور كنبغي نقول للجمهور الاسفي بلي ثنائي طلامط جاي 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 بحد المفاجات كثيره ان شاء الله وتسناونا وكنبغيكم من القلب كنبغي نقول للجمهور المسفيوي كامل والجمهور المغربي شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم لينا من اول نهار مشينا للبرنامج ستاند اب حتى اليوم كنقول لكم انه الدعم ما غاديش يمشي هباء منثورا مازال غادي نخدموا مازال ثنائي الطامط ما غاديش يغبروا وكنبغوا نشكروا جريده صافي جود هاي فين تمنطري خمرين دنا متكلي هاد الناس بغينا نشكرهم بزاف بزاف لانهم كانوا سند لينا قبل من النهائي واستضافونا بعد النهائي وكنتمنى انهم يستضافونا مرات اخرين ولكن ماشي يستضافونا هكاك يستضافونا وحنا جايبين شي حاجه جديده وشكرا لهم بزاف شكرا للناس اسفي شكرا للطاقم الصحفي ديال صافي جود خاصه وناس اسفي عامه اذا حتى لنا مشاهدينا وكنقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى مع فنان اخر او ثنائي او لا شي اسم اللي مرموق اللي نعرفوا به اكيد في البلاطو الفني ديالنا عبر جريدتكم الجريده الاولى او الجريده رقم واحد لاسفي والاقاليم اسفي جود قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم